صراحة. مدينة البترون عم تشهد على أجمل قصة حب بين النجمين نادين الرعسي وباسل خياط بالمسلسل الرمضاني المقبل قصة حب، كتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج أونلاين برودكشن. ومثل العادة موقع بصراحة بيكون دايما السباق على لوكيشن التصوير تينقلكن سكوبات من كواليس العمل ومقابلات مع نجومه وأبطاله. ممثل باسل خياط رح تطلع علينا خلال شهر رمضان المبارك بقصة حب مميزة وكتير حلوة، خبرنا أكثر عنها وعن دورك فيها. إن شاء الله تكون قصة حب مميزة. أنا عم بعمل شخصية جاد، هو مخرج عنده عوالم خاصة عايش فيها، بمعنى أنه هو حاطط نفسه ضمن إطار الفنان وما يخص الفنان من مشاعر وأحاسيس، بس هي شوي أوفر. هذا الشخص عنده قصة حب مثله مثل كتير عالم. أنا ما كتير فيني بحكي عن تفاصيل لأنه العمل هو قائم بحد ذاته على تريك معينة، تريك كتابية أدبية معينة في الكتابة، فما بقدر بحكي لك القصة إلا أنه هي فكرة الصراع الحقيقي اللي بيكون موجود بين أشخاص ككابلز، يعني كرجل وامرأة عندهم كل الرغبة أنهم يكونوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض، لكن ما عم بيقدروا يلاقوا الوسيلة لسبب أنه ما عم بيقدر يتخلى عن الإيجو، أو يعني ما ترسب في شخصيته من تربية وإلى آخره، ما عم بيقدر يتنازل كرمال الآخر. وطبيعة الحال الحب دائما هو حالة، يعني ما بدي أقول تنازل 100%، ولكن هي حالة عطاء للآخر والرغبة بالاستمرارية. بين العشق الكبير بقصة الحب بعشق النساء وبين هالقصة الحب مع نادين الرعسي، برأيك أي قصة حب رح هيك تلامس وجدانية الجمهور أكثر؟ يعني هي كل قصة أو كل ثنائية إلى نكهة خاصة. المقارنة بمعنى المقارنة كثنائيات بعتقد أنه هي غير واردة، لسبب أنه قصص الحب هي صحيح تتشابه من حيث العنوان ولكن تختلف في التفاصيل. عشق النساء كان له صيغة معينة، طريقة معينة، كتابة معينة، مجموعة علاقات متشابكة مع بعض البعض. هون الموضوع مختلف كونه هو عم يحكي بشكل أساسي كبيس أساسي عن عن علاقة تجمع بين ثلاثي، يعني ثلاثية الحب خلينا نسميها، ونشوفها إن شاء الله. اليوم نحن أنتوا هلأ بالمطبخ عم نحضر هالمسلسل وكتابة نادين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج زياد شويري أونلاين برودكشن. بضم نخبة كبيرة من نجوم لبنان والعالم العربي. قصة حب كتير حلوة وفي قصص كتير بارالل، يعني فيها القصة بين هالثلاثي، بس في قصص كتير بارالل يعني ماشي مع هالقصة مع هيدا الخط. بعتبره بإذن الله مسلسل كامل لأنه مكتوب بذكاء، يعني المشاهد يمكن لأول مرة بتخيل حي مش بس حيكون متشوق بده يعرف شو بده يصير، لا بده يحلل ورح يضطر إنه يحلل ويعيش معنا الحالات اللي عم نعيشها. بقى بتخيل إنه إن شاء الله الموضوع ككل يعني الناس حتحبه كتير وحيتابعونا بإذن الله. ثنائيتي مع باسل أنا كنت أتمنى إنه ألعب أنا وباسل، لأنه من أول ما أنا كنت حبه من قبل وتعرفت عليه أكتر وأكتر بالأخوة، بقى كنت بحلم إني وقف مع باسل. باسل حدا أكتر من رائع، يعني بقى مبسوطة كتير بالشغل معه، عم بيكون في كامستري بين بعض، عم بيكون شغل كتير حلو، والنجوم اللي حد كلهم يعني بيرفكت، ما عنا حدا بالمسلسل مش كتير عم يشتغل صح، وهو منه حدا كمان محبوب. الفنان هيثم سعيد، خبرنا أكتر عن دورك بمسلسل قصة حب. دوري فيه يعني شبيه ليه شوية، مختلف عما شفتوني في عشق النساء. يعني يمكن في عشق النساء كنت بدور وسام، كنت هادي جدا، إنسان يعني طبعه هادي رصين جدا، يعني مش بتاع ضحك وهزار وكده. هنا يمكن أنا طالع بدور شخصية بلال بس الحب أكتر فريش، أكتر هايبر شوية، مع حتة عقل طبعا واتزان موجودة، بس يعني عايش سنه مساعد مخرج طبيعي زي ما بنشوفه في الحياة الطبيعية. فأي ثينك إنه هيبقى حاجة مختلفة عن عشق النساء بس أقرب ليا كشخصية الطبيعية. يعني عامل دور بنت اسمها لارا. لارا هي يعني حبيبته لرجل، أو حبيبة رجل اللي هو باسل خياط.
بس مش حبيبته قوي يعني. يعني في تقريبا تقدري تقولي كده حبيبته غصب عنه. علاقه كومبليكيتد شويه، مش عايزه يعني مش هقدر اتكلم فيها قوي لان هحرقها، فهسيبها مفاجاه للناس. بس هي نقدر نقول علاقه حب بس بشكل خاص جدا يعني. شيخ لما رجع طلع ما كان يخطر ببالي انه يرجع يقطع له دراسه ويتزوج مره ثانيه، بس انا شفت هيك طريقه تعامله معي وقديش بحبني اطمنت كثير. نحن كشركة وفيليب مصرين يعني يكون في نجاح كبير لهذا المسلسل. أتمنى أنا أنه يعني ينعرض على أكثر من شاشة. طبعا هلأ في كتير عم بيحكوا بالمسلسل بعد ما بتينا الموضوع، بعد بكير شوي بعد ما أخذت قرار. بعرف أنه في عدة محطات بلبنان وخارج لبنان طالبين العمل، وبعدنا عم نحكي، بس اكيد رح يكون عرضه باكثر من مطرح، رح يكون عم ينعرض بالخليج وبلبنان وبمصر ان شاء الله. بدنا نسالك، كنا عرفنا وكان اكد لنا الممثل مجد المصري انه رح يكون مشارك بطوله بهالعمل، ورجعنا سمعنا بالكواليس انه بعد ما مضى لحد اليوم معقول يتم الامضاء مع ممثل لبناني اخر، شو صحه هالاخبار و وين وصلت المفاوضات؟ ليك هي ما في مشكله نحن وماجد المصري، يعني نحن رغبين يكون معنا ماجد وماجد حابب يكون بالعمل. في العوائق هي بتتعلق اول شيء بوقت ماجد، بس ماجد بتعرفوا عم بيصور مسلسل بمصر وعم بيصور مسلسل معنا علاقات خاصه 60 حلقه ومسلسلين طوال. الوقت اللي بيقدر يقدم لنا اياه ماجد ننجز مسلسلنا ضيق يعني، وما بيقدر يتفرغ بخلال هول الشهرين، بصير بدنا نأخر نقرب على رمضان. هيدي أول مشكلة. المشكلة الثانية هي موضوع يعني تسويق العمل. هل نحن عم نستهدف السوق المصري أيضا أو لا؟ هيدا بيفرق معنا. بعد في وقت يعني هالأسبوع 10 أيام ناخد قرارنا نحن وماجد. ماجد موجود هلأ هون وعم بيصور معنا ببيروت وعم نناقش معه الموضوع. إذا ما كان ماجد مين رح يكون البديل عنه؟ في خيارات لبنانية وسورية بعد ما حسمناها، بعد ما نبت مع ماجد سلبا أم إيجابا منقرر. قصة حب لنادين جابر، وفي معنا كاست سبق وحكيته معهم، وتقنيا مثل ما قلتي عم نستعمل كاميرا يمكن لأول مرة بيتصور فيها بلبنان، هي الآري أميرة، وإن شاء الله بتكون نتيجة على قد ما متوقعين يعني. فيليب بنعرفك مخفوقين جوا وما رح نطول عليك، بس بدي أسألك، عرفنا أنه اعتذرت عن إخراج مسلسل 24 قيراط، فشو السبب؟ هل سبب بس لضيق الوقت أو في أسباب وراء الكواليس؟ هو صار في سوء تفاهم بهذا الموضوع صراحة، حكيوا معي من الشركة بس مش على هذا المسلسل، حكى بمشروع تاني وصار في يعني تغيرت القصص يعني انفهمت بطريقة غلط، وبعتقد كل شيء توضح يعني. باسل، تنوعت أدوارك بين أدوار هيك القوة والشر من ميلة وبين أدوار الحب والحنان والطيبة، فوين بتلاقي حالك أكتر؟ أنا بلاقي نفسي كممثل واحد من واجباتي بإني أنا اتجه باتجاه الكاركتر بمعزل عن شخصيتي الطبيعية والأساسية. ما فيني أقول لك أني أنا شخص أكيد مالي شرير، في نفس الوقت أكيد مالي شخص ملاك طبيعة الحال، بس الممثل كإنسان وكأدوات بيحاول يلاقي دائما مجموعة تفاصيل بتقربه من الكاركتر، بحيث أنه في بعض الأحيان يعني بيلبس الكاركتر. قديش الواحد بينجح قديش ما بينجح، بقى هذا له علاقة بالتجربة وبالخبرة وبالحظ ممكن يكون، وبتوفر مجموعة عناصر بترفع من العمل الدرامي. شو الكاركتر الحلم يلي بعد ما جسده باسل خياط يمكن تكون شخصية تاريخية تحلم انه تطل فيها؟ انا من قبل كان في عندي رغبة باني انا اعمل شخصية ابو خليل الاباني، الحمد لله زمان يعني عملتها. هو واحد من أهم رواد المسرح الغنائي العربي، عملت دور كان صعب جدا وطويل، عملته من حتى كمراحل عمرية يعني، لعبته من فترة تقريبا أواخر المراهقة إلى فترة السبعينات.
هذا واحد من الأشياء اللي كنت حابب أعملها وتحققت. حاليا ما في عندي كاركتر معين حابب إني أعمله، بس بعتقد إنه اللي بيجذبني للكاركتر هو طريقة صياغة الكاركتر ومبررات الكاركتر وتاريخ الكاركتر وعلاقته بالشخصيات. عين بس الخياط على مين من النجمات اللبنانيات أو العرب يلي بعد ما جسد مع أي ثنائية وكب؟ عيني أنا؟ لا. لا، أنا عيني دائما على العمل الجيد، على الممثلين اللي عندهم رغبة حقيقية إنه يكونوا بمكانهم الصح. وأنا لست يعني مالي بمكان تقييم أحد على الإطلاق، بالعكس أنا أي عمل بيكون متوفرة فيه شروط المبدئية للنجاح فأنا بكون عندي رغبة إني يكون موجود فيه. بالعكس أنا يعني بحب إني أنا يكون في تعاون بيني وبين أغلب الفنانين والفنانات بهدف يعني النهوض بعمل درامي جيد أو أكثر من جيد. من بعد قصة حب شو عم تحضر؟ شو فيك بالكواليس سيناريوهات؟ أسرار أسرار أسرار. هلأ في شيء في عندي عمل هلأ حاليا نحن عم نصور بقصة حب مع المخرج فيليب أسمر. في عندي عمل في مصر إن شاء الله هيكون قريبا مع الفنانة النجمة شيرين عبد الوهاب، وعندي شغلة ثالثة بس لسه ما فيني هلا، يعني بما معنا لسه بطور التحضير، ما بعرف لسه اذا رح يكون ولا لا. انتهى هيك عرض مسلسل فرصة عيد، كيف كانت الاصداء؟ وبرأيك هيك قديه زمطت شوي من المقارنة مع النجمة كاميرون دياز بذا هوليدي؟ زمطت ايه اكيد زمطت، لانه ليك والكتر خير الله انا ما حضرت الفيلم قبل ما اعمل المسلسل. انا ما حضرت الفيلم، وبعت لي الفيلم مروان قبل بليلة من التصوير، لانه قبل ما كنت فاضي بعت لي قبل بليلة، وعن جد نعست كتير بليل، حتى جسكار حضره انا ما حضرته ما كملته. بقى عملت الشخصية مثل ما كتبتها هيام على الورق ومثل ما انا حسيتها. بقى بتشوفيها different عن كاميرون، يعني مش مثل ما هي لعبتها سيديفيران، يعني منه نفس الاداء. اخترعت لها حالة خاصة فيها بشخصيتها هيك اللذيذة المهضومة القريبة الفاني اللي الحزينة حتى، وهيك بقى ما كان يعني ما فينا هلا بالنهاية. اكيد كاميرون دياز ممثلة كتير كتير مهمة وكتير كبيرة، ولا شك انه انا كمان ممثلة جيدة، يعني بقى لا ما منتقارن. لطالما هيك احدثت ثنائيتك مع النجم زياد برجي ضجة عند الناس وكانت كتير حلوة، هل معقول تتحول من ثنائية تمثيلية لثنائية غنائية؟ كنا عرفنا في شي تحضير غنية بالكواليس، خبرينا اكثر شو في. هو ايه صار في تحضير غنية ما خلصت، يعني بعدنا اذا بدك شو بقوله اول مقطع من الغنية يعني، وبعد ما كمل كتابتها حتى زياد. بس الوقت يعني انا هلا فتت بقصة حب، وهو كمان عنده ما بعرف شو عنده مسلسلات او عنده سفرات وهيك، بقى الوقت عم يشتغل ضدنا. بس بتخيل انه يمكن هي اذا بتكون في خطوة غنائية يعني يمكن هي تكون اول وحدة، لانه هيدي صارت تقريبا بنص الطريق. امين النجم يلي بعد ما وقفت الى جانبه نادين الراسي وهيك، بتحس انه معقول تشكل ثنائية حلوة هي وياه؟ ما في حدا معين بس كتر خير الله، ولا حدا اشتغلت انا وياه غير ما عملنا درجة حلوة، يعني ولا حدا اشتغلت معه من اول بدايات لليوم، من وقت اشتغلنا انا ويوسف الخال عملنا شيء كتير حلو، انا وبيتر، انا وتيم، انا وقيس، مع الكل تقريبا. قصي مش غلط اشتغل مع قصي ان شاء الله. ايه اثنيناتنا حلوين اكيد ما في شك طبعا، اثنيناتكم تمثيلكم كمان رائع محترم. انه قصي كمان حدا ليك لعبه التمثيل هي لعبه بيبون، انا دائما هو بيبون، يعني قد ما قدامك بيلعب صح قد ما قد تلعبه بيلو صح. مسرحيا نادين، اخر عمل قدمتيه كان شمس وقمر اللي شهدنا على اطلاق استدال غنائي مؤخرا، هل في شي عمل مسرحي تاني ما قلت لي فيه؟ خاصه انه عرفنا انه الراحه الكبير وجد شيا في اعمال ضببها ومعقول بنته فرح ترجع تنفذها، هل معقول تكوني باحدى هالاعمال او مع غير يعني تعاون؟ بتمنى شمس وقمر تطير مطرح ما كان حابب يطيرها بداية، يعني بتمنى نطلع البرازيل، نروح على أبو ظبي، نروح على أستراليا، نروح يعني مطرح ما كان بيحلم يطيرها وجدي نقدر نطيرها. بس أحكي شيء زي وجدي خير الله أكيد أي عمل حيكون بهذا المستوى، يعني في الغناء في التمثيل وفي الرقص
حكون كتير مبسوطة إني أعمله، وإن شاء الله فرح يكون عندها هالهمة إنه ما عملت شمس وقمر تعمل شيء تاني. بالنهاية نادين، عادة عن مسلسل قصة حب، شو في بين إيديك سكريبت؟ شو عم بتحضري مشاريع مستقبلية؟ في كتير حكي، في كتير حكي، في مسلسل 60 حلقة، في مسلسل 30 حلقة، في فيلم سينما. بصراحة بيستاهل سكوبي. كل عمره. سألي باتريسيا. بس صدقا بعد ما اخذت ولا اي شيء، بعدنا حتى النصوص ما وصلت، بعدنا بالافيليبيليتي، انه نحن اذا بدنا نصور بهذا التاريخ انت بتكوني افيليبل، بعدنا هون بقى اي شيء بجد. اولا عبر بصراحه لا شك، ودايما هيك يعني. ما اشتغلت معكم على الكاميرا، بشتغل على الواتساب مع باتريسيا. ثانك يو نادين، موفقه دايما. ميرسي لكم، ثانك يو، يعطيكم العافيه. برهان، من بعد تخرجك من برنامج ستار اكاديمي توجهتي دغري للتمثيل، فخبرينا ما في شيء تحضيرات فنيه جديده؟ غنى لا، يعني ركزت اكتر في التمثيل، عملت حاجات كتير من بعد ما خرجت من ستار اكاديمي، والحمد لله بكون كل سنه في شهر رمضان متواجده. واخر حاجه عملتها في رمضان اللي فات، عملت مسلسل ابن حلال وعملت مسلسل اكسلانس، ولسه مخلصه فيلم اسمه الخلبوس في مصر مع محمد رجب واخراج اسماعيل فاروق وانتاج نيو سنشري، عامله فيه دور جديد قوي برده كوميدي، وبيتعرض لي دلوقتي سات كوم اسمه احلى ايام، كمان عامله فيه دور كوميدي، وبعتذر عن صوتي لاني عيانه جدا جدا. سلامتي. عادة عن هالاعمال اللي عم تشاركي فيها حاليا، شو في تحضيرات تانية؟ شو في مشاريع مستقبليه؟ والله انا دلوقتي مركزه في تصوير قصه حب، يعني لسه داخله فيه وكل تركيزي فيه، ولسه الحاجات التانية كلام، يعني لسه ما فيش حاجه بقت مؤكده، بس ان شاء الله يا رب يعني ربنا يوفقني في الاختيار عشان اختار حاجات مناسبه للناس. يعني بين هيثم الفنان وهيثم الممثل، وين لقيت حالك اكتر؟ والله هو يعني انا رايي ان الفن خلاص بقى في حاله ترابط كده معينه، طول ما انت قادر تعمل حاجه او قادر تقدم حاجه، ما يعني ما تاثرش سلبا على المجال الاساسي بتاعك. فبنشوف مثلا مطربين بيقدموا بروجرامز، مذيعين بيمثلوا، ممثلين بيغنوا، فانا بس تجربه التمثيل كنت مؤخرها شويه، خصوصا في الدراما، لان الدراما طبعا مرهقه، بتاثر في موضوع الوقت على مجال الغنى. يعني الحمد لله انا قدرت اوصل لحاله من تنسيق الوقت، يعني قدرت اوصل لمرحله يعني تفاهم، ودي صعب تلاقيها مع اي مخرج، بس الحمد لله وصلت انا وفيليب اسمر في تاني عمل اهو، يعني اتشرف ان انا معاه فيه، لحاله تفاهم معينه قدر يطلع مني اللي انا ممكن اكون مش شايفه في نفسي. فلا الاثنين قريبين لقلبي، بس سيظل برضو الغنى بالنسبه لي يعني هو الاساس. وفنيا انا عم بتحضر شيء جديد؟ والله بعد يعني طول غياب غنائي، هو اخر البوم كان 2012، البوم لامتى، في ان شاء الله 2015 الالبوم الجديد، البوم عشانها هينزل ان شاء الله في يعني متوقع في اول الصيف 2015، يعني البوم فيه اكسبيرينس جديده عليا، هغني باللهجه اللبناني، هغني اغنيه دويتو مع باند شباب من المغرب العربي، يعني يمكن رجعت تاني اتعاملت مع التيم ورك بتاع اول شغل ليا، هما منهم بينا ليل ومن يوم وكده، فاتوقع ان شاء الله يعني ان هو هيكون يعني يلاقي استحسان من الناس هوبفولي ان شاء الله. فبس شغال عليه، بمجرد انتهائي من قصة حب هكمل شغل في قلبه ان شاء الله. عادة عن هالعمل، في مسلسل علاقات خاصة رح يبلش قريبا مثل ما عرفنا على شاشة اس ان، خبرنا عن هالعمل وهيك كيف توقعاتك؟ علاقات خاصة يعني نحكى عنه منيح، يعني المخرجة رشا شربتجي اللي معروف أعمالها ونجاحاتها، وعندنا كمان نص لنورشي شكلي ممتاز، أردنا من هذا العمل أنه نعمل مسلسل طويل له طابع بان أرب. طبعا القاعدة دايما نحن بنستنى تكون أكترية الممثلين اللبنانيين، ولكن بهذا العمل خطوط متعددة، يعني في خط السوري والخط المصري والخط اللبناني، وفي تقريبا توازن بيناتهم هولي، وعندنا مجموعة كبيرة من النجوم، يعني العمل بأسمائه بيحكي عن حاله. بعتقد هذا العمل كإنتاج مسلسلات طويلة هو الانتاج الاكبر من المسلسلات الطويله بال 2015، وهذا الكلام مش مني، يعني هذا سمعته من محطات برا، انه ما عم ينتج بالوقت الحاضر وما معروض عليه ينعمل بهالضخامه، هالقد نجوم فيه، هالقد ضخامه انتاج. انا بعتقد انه رح ينال نجاح كبير خصوصا على المستوى العربي.
ان شاء الله نحن بنتمنى لكم التوفيق دائما. ثانك يو. شكرا لكم لمتابعتكم دائما.